هذاك يسيبني عند هذا وهذاك يسيبني عند هذا وهذاك يسيبني عند حتى واحد ما بغى يخدم معايا. انا يا راجل درويش قطع من شجره. كانت اللجنه ديال مونديالتو الكاوتشو كاوتشو والاكسجين والموتى. كاينش شي حاجه ولا عندك عندك ما عندك شي سير بحالك هادشي اللي كاين. تعذبت. السلام عليكم. معكم الهسكوري محمد من مدينه طنجه. كنطلب من سيدنا الله ينصرك سيدنا الله ينصرك سيدنا راه كيهدوني قال لك عندهم نقابه ويدخلوك الحبس ويقلبوا عليك القفه وغادي يعملوا لك غيفعلوا لك. ولكن انا في العمر ديالي 58 ولا بغات تجي الموت تجي. ديت الطبيب سيدي نهار 17 دوزنا للراديو شافتنا الراديو قالت لك عندها الميكرو في الصدر. قلنا لا واخا شني كاين تريتمون. قالت لك هاك غدي الدواء. مشيت لها شريت لها تريتمون الخنيشه ديال الميكروب والخرابيط السعله واحد باستيات ديال الهنده بس نعاس. النهار الاولاني بعد انا كعملوا لها ديك اكسجين الناس كتعطيه بالعبار وما عطاو لها كل شيء. ديك النقطه حتى الراس ديك البوله حتى الراس تخرج لها الدم من اخرى. تقبل الله كمسح لها بكلينكس. جبتها من الدار شرينا لها ديك الدواء جبناها من الدار. تخنقات لا غد لا غدا بالنهار مع ثلاثه د العشيه عيطت بنتي عيطت لابيلونس هبطناها بلابيلونس. دخلنا قال لك السيده خصها تعمل التخطيط. السيد اللي في المطاع ديال التخطيط ما شاف لا انسانيه ولا رحمه ولا والو. الله يرحم والديك قال لي عندي 10 د الناس مشيت تجلس راه فينا كاينه غير المراه ديالي وواحد السيد علاش ما عطيتوش؟ لو كنت عطيتو كان يسربيني قبل حتى من هذاك اللي قبل مني. دابا انا كنطلب من سيدنا وسي الحموشي عندك يمسحوا الفيديو ديسك دور اللي عندهم بالسبيطار والصالة الإنعاش من كورونا هي فيها الكاميرات. وإلا كذبتوني وحتى ديك النقابة ديال الأطباء كنحترمكم علاش نتوما رجال ديال الخفاء. الله ينصركم اللي كيخدم الله يعاونو واللي ما كيخدمش خصو يمشي بحالو في هذا الوطن. المرأة عند المرأة عاملة السيرو عاملة السيرو ناعسة في الأرض وحتى السيبور ديال السيرو عدلت أنا الميكا. شكون اللي عدل؟ واش الطبيب اللي عدل؟ لا هذيك انجينيور العواول الصغارين ديال ستاجر كيتعلموا في البشريه تما وبالليل وبالليل بحال مالها تليفونات والقصاير مع بعضيتهم. انا عايش واحد اللي هو كارم خمس ايام وانا ساكت. انا ما هدرتش ما غوتش. النهار اللي بغيت النهار اللي قالوا لي مراتك ماتت عاد نوض تغوتش اني يعملوا معايا. اجي السي الدكتور قلت له الله يرحم الوالدين ديالك راه الماء راه نقص لي من الاكسجين. قال لي مشي الروبيني عمرو. تبعته علاش تبعته؟ خصني نوصل لهاد النتيجه اللي وصلت لها دابا. مشيت عمرتها تعمرتها حتى فاضت ولصقتها. ملي طلعته شوف ديك الماء خارج كيرش بحال اللي كنسقي الجرده. وانا طبيب اللي كتعطيني انا نعمر انت هذيك المسؤوليه ديالك. هذاك الطبيب نهار اللي ماتت لي المراه كان تما منين كنغوت. قلت له انت قلت كيقول لي انا كنقول له انت. قلت له واخا يدخلوك ب 100 الناس غنجبدك. الحمد لله كاينه الكاميرات تما. انا سميتك ما غنعرفهاش ولكن الكاميرات ولا ديسك دور ديال 3 موا ولا شهرين ولا شهر ياك. وخصنا هذيك الشهر خص ديال 18 و19 و20 و21 خصو يبقى. راه ولا ما بقاش راه هما المسؤولين على الوفاة ديال الجوجة ديالو والإهمال ديالها. ملي توفات جابوا الدورية باش يعملوا لي إهانة موظف. جبروني بعقلي. الرئيس ديال الدورية السلام عليكم. قلت له السلام ورحمة الله. الله يعظم الأجر. قلت له الله يرحم الوالدين ديالك. قال لي دابا وقع اللي وقع. قلت له ولكن وقع اللي وقع ولكن ما خصهاش تخرج هذه المرأة. غتهبط للثلاجة. قال لي علاش؟ قلت له خصني تعيط للوكيل العام وتعيط للحارس العام. وكيل العام ديال طنجه
ديال محكمه استئناف وتعيط لحارس العام. حارس العام هذه 5 ايام ما شفتوش انا، اللي هذا كيصيفطني لعند هذا، هذا كيصيفطني لعند هذا، هذا كيصيفطني لعند، حتى واحد ما بغى يخدم معايا. انا يا راجل درويش قطع من شجره، ولا ما دبرتش الغدا ما غنتعد نتغداش، ولا ما دبرتش العشاء ما غنتعشاش. خصك تعمل احتياط لراسك. انا هاي الكره 160 الف فرنك. وهذه اللي ماتت عمتي ياك، انا اللي عيطت للابيلانس مع الخمسه ديناها. ملي وصلنا لقهوه الوهابي هزو قصيده، ملي هزو قصيده السيد اللي في قصيده نعسه في بايص، وعمتي جالسه عامله الاكسجين، وش انا اللي شبرها هايدا. ملي مشينا السيد اللي مرات قصيده دخلوها، وانا وياها خلوني في باب محمد الخامس. جا واحد الراجل واقف شبرها معايا ودخلناها. كنقول له قلت له من لابيلانس علاش دخلتي اخرى وخليتي هذه؟ قال لي اختي ما كنعرفكش. قال لي جبتك بعد محمد خالص ما كنعرفكش. قلت انا دقيت سبب. قال لي لا، قال لي معايا الناس. من بعد هي طاحت، هي كانت واقفه انا شبرها واقفه طاحت. ملي طاحت بقيت كندق في الباب، قلت لهم دخلوها مرا كتموت. ديك الساعه دخل عمل هادي. قال لي السيده مزيانه ديها تكمل الطريد مو ديالها 10 ايام مع تجيب. ديك الساعه ملي مشى عمل الاكسجين الدم هبط لها من اخرى. ديك الساعه عمل لها كنينكس. ملي عمل لها كنينكس صافي ديك الساعه قلنا لها تما بقى عليا بلاتي نضرب لها الليبرا ما عندهاش العرق بلاتي. كانت 3 ديال الصباح، 3 ديال الصباح قال لي مشي من لها التحاليل خرجوا مع ديك 3 ونص. مهم بقينا جالسين، طبع لي الورقه مشي نطبع على ديال الفراش. ملي ديتها قال لي مشي للدكتور مروان، بقيت كنفتش لها مروان فتش عليه. قال لي شكون اللي قال لك تجلسها بهاد الورقه؟ شكون اللي قال لك الفراش؟ انا فروشة عامي فينا نخليها في الكرسي. جات طبع لي واحد الطابع مشي للصندوق نعمر، قال لي الطابع ما دايش شي. بقاو هيدا هيدا. ديك الساعه هو جا راجل ديالي انا مشيت بحالي. ديك الساعه ما جباتش فينا عصا فراش لا بطانيه ولا عصا في الارض. هادشي اللي كاين، هادشي اللي عارفه. يعني انا لابيلانس مشينا فيها جوج بينا حنايا وكسيده حدا قهوه الوهابي. الليله اللي توفى فيها جا عندنا قلنا السيده باقا عايشه قلبها باقي خدام عاش، ولكن هو كان قلبها راه واقف. حنا شفناها اصلا زولها المخده ومخينها مطلوق. ملي جبناها للدار قالت لي الغساله قالت لي الوالده ديالك واش مازت بالعمليه؟ قلت لها لا. قالت لي وقالت لي متاكده؟ قلت لها هي تعالي الصبانه المراه مفتوحه من هنا حتى لهنا مخيطين لها، ماشي مخيطين لها خياطه عاديه، مخيطين تقول قاعد تصبط ماشي بنادم. هادشي وقع لي ليلي، وقع بزاف ديال الناس غير ولا ما فضحناش هاد الناس هادو يمشيو بحالهم يتحاسبوا ويتعاقبوا يمشيو بحال. انا واخا انا واخا يحاسبوني غادي يقلبوا عليا القفه نمشي للحبس يعدموني. متعدم انا معدوم لهلا زيد كثر. كانت اللجنه ديال مونديالتو الكاوتشو كاوتشو والاكسجين والموتى، ما كاينش شي حاجة. ولا عندك عندك ما عندكش سير بحالك، هادشي اللي كاين. تعذبت وراه عملوا لها تشريح، وكيل العام راه طلبوا له التشريح من الدكتور الشرعي ديال طنجة، ولكن أنا ماشي كنقول لهم قتلتوها. الإهمال لأدى انهيار المرة تموت. أنت الدولة كتخلصك لابس طبلية بيضاء وعندك ليكيب ديالك، انت بعد انك كدكتور عندك ليكيب ديالك ديال الفرمليات المساعدين ديالك، دخلتي في الخمسة الصباح باش يخرجوا ياخرين وعطاوك لي دوس. وعاني بالمريض هذيك راه مسكينه كوما وجات عندك كوما وقف معاها تصدقتي ضحيتي بها مشات وخرجتيها لنا وكتهددنا نمشيو للحبس. لو ما كانش ديك الشرطه القضائيه ما تتعاون معايا وهدلنا الامور. انا عملت هذا الميساج هذا سيدنا الله ينصرك سيدنا على هذه الخوانه، الله ينصرك محمد السادس على هذه الخوانه، الله يشافيك، الله يعافيك، الله يعطيك الصحه، الله يرحم الوالدين، الله يرحم الحسن الثاني والمغفور محمد الخامس. انا مغربي، انا مغربي، انا مغربي.